ان شاء الله على الدي ام ال. الدي ام ال وهنطول قوي في الدي ام ال يعني براحتنا بقى خلاص. هو معظم الناس على فكره الوقت ده ماده الداتا بيس فهنطول الدي ام ال كلها وبعدين كلها خلاص. هنتكلم دلوقتي على الدي ام ال. هنعرف في بعض حاجات هتلاقي نفسك عارفها كويس جدا زي مثلا الانسيرت عيب صح، زي مثلا الايه الابديت، زي مثلا الديليت خلاص، زي مثلا السيلكت. السيلكت اللي عارفها السيلكت الوحيده اللي نفسكم مش عارفينها كويس ماشي خلاص. لا اكيد خدتوا انسيرت وعدود ديليت بس هما سهلين هيخلصوا بسرعه، هتلاقيك انت ما خدتش بالك منهم هما في وسط الهيصه دي. يعني مثلا يعني مثلا 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 نسكت مثلا لو دخلنا على الجوب جدول بسيط جدا جدا الاي دي والتايتل والديسكربشن. لو انا عايز اضيف بس مش هضيف كده بايديا بقى، انا عايز اضيف اوامر. واي؟ قلت زي ما قلت لكم قبل كده يمكن تكون انت بتعمل ابلكيشن اصلا هينادي على الداتابيز، فهتكلم الداتابيز ازاي؟ من خلال كومنتس، من خلال اوامر. مش هتعرف تكلمها كليك يمين ولا تخش تفتح، مفيش، فلازم تبقى عارف الاوامر. هتسوي اوامر سهله جدا جدا ان شاء الله. هتقول انسيرت انتو يعني ضيف في خلاص جدول اسمه ايه؟ جوب ماشي؟ وقايل values يعني ايه؟ القيم، وقوم بعد قيمه كوما قيمه كوما الاخر. يعني هو قايل كده الاي دي بتاعنا كان 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 ايه؟ كان كان تشار كاركتر. طالما كاركتر احطه ما بين دبل كوتيشن سنجل كوت، اسف ما بين سنجل كوت. لو نمبر احطه من غير سنجل كوت، يبقى النمبر بقول لكم قاعده اسهل، النمبر الوحيد بيتحط من غير سنجل كوت، الباقي كله بيتحط بسنجل كوت خلاص كده. فاقول مثلا ايه الجوب رقم 5 اسمها ايه؟ تقول اسمها تيست اي حاجه، والديسكريبشن اي كلام خلاص كده. وده الامر بتاع جمله الانسيرت. لما تيجي تعمل كده ده امر متهيألي هو مفسر نفسه، مش محتاج حد يقراه ولا يقول معناه. لو جيت كده عملت اكزكيوت قال لي 1 رو افكتد خلاص، في حاجه واحده بس اثرت. لو جينا عملنا كده ايديت طبعا نعمل بس ريفرش عشان نشوف البيانات، لان رقم 5 نزل واسمه تيست والتكست موجود، دي الاضافه بس. لا في قيود اتحطت في الجمله دي. اولا لازم تبعت الاي دي ثم النيم ثم الديسكريبشن بالترتيب، ما ينفعش حاجه غير كده. افترضنا انا مثلا في 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 جدول بس عايز ابعت حاجات معينه او عايز ابعتهم او مش فاكر الترتيب، ممكن يكون جدول كبير ومش فاكر انا الترتيب انا اصلا خلاص وعايز ابعت، لازم ارجع بقى اقارن وارتب وبتاع. لا في حل تاني انك تعمل ايه بعد انسيرت انتو جوب، تحدد انت عايز تبعت ايه وبانه ترتيب. تحدد انت عايز تبعت ايه وبانه ترتيب. تعمل ايه؟ تقوم جاي كده تقوم قايل له انا هبعت الاول الجوب اي دي كوما، وهبعت بعد كده الجوب تايتل، واقول لك هبعت الجوب ديسكريبشن. مش في كان جوب ديسكريبشن كان اسمها ايه؟ اه مش شايفها اصلا من زمان، هو زعلان منها. خلاص جوب ديسكريبشن، وبعد كده هبعت مين؟ هبعت الجوب تايتل صح كده؟ كده اهو. لو جينا جربنا هتلاقي الخمسه، بس بلاش خمسه عشان خمسه هتبقى تتكرر صح؟ خليها سته. هتلاقي سته اتاخدت في الجوب اي دي، وتلاقي كلمه تكست حطت ديسكريبشن وان تكست حط كجوب ايه؟ طيب نجرب. اقوم جاي كده وعامل اكسكيوت وراح على جدول الجوب، بس اعمل ريفريش هلاقي ان فعلا رقم سته بقى الاسم هو ان تكست والديسكريبشن هو التكست ولا معاك تيست زي ما احنا قلنا بالترتيب اللي احنا قلناه. مش بس كده، اخر حاجه اقولها لان مفيش حاجه فيها في الانسيرت تاني هتتقال، انك ممكن تحدد حقول معينه بدل ما اقول بدل ما لازم اضيفهم كلهم، ممكن اكون عايز اضيف دول بس. فقلت له انسيرت انتو جوب عايز اضيف الجوب اي دي والجوب تايتل القيم بتاعتهم كذا وكذا، خد يلا. في مشكله كده؟ الباقي يبقى نال، الباقي يبقى نال الا لو انت ما ذكرتش حقل وكان هو معمول عليه قيد نوت نال، اكيد الجمله مش هتشتغل. اكيد الجمله اقولها تاني، لو انا عندي حقل كولوم اصلا انا قايل عليه نوت نل،
وجيت انا قلت له ضيف كذا وكذا وكذا وما ذكرتش الباقي، طب ما هو هيعمل ايه في الثاني؟ اكيد هيضيف عليه نل فهيرفض، فالجمله بالذات نفسها مش هتشتغل. جمله الانسيرت اخيرا، طبعا انا بس انفذ دي بس خليها سبعه عشان ما نفذناهم كلهم او جربناهم كلهم. لما ننفذ دي نفذت تمام، تقول له بس اكزيكيوت كويري او رقم سبعه فعلا تيست وحط النل، مش اي مشكله عنده. كنت عايز اقول ايه؟ هل جمله الانسيرت ممكن تضيف اكتر من رو في نفس الوقت؟ يعني عايز اضيف سجلين، سجل رقم 8 وسجل رقم 9، عشان تعمل سجل رقم 8 وسجل رقم 9 هجي لك اهو. لو عايز تضيف مثلا 8 و9 تقدر تعمل كده زي الشطور، واحده 8 واحده 9 مفيش، جمله وجمله، جمله وجمله ثانيه خالص، مفيش حاجه اسمها انك تقدر تعمل ايه، تعمل جملتين مع بعض. لو عملت كده اكزكيوت لكوان رو افكتد وان رو افكتد، لكن مش هيقبل منك انك تعمل مثلا الجوب اي دي وجوب تايتل وتعمل مثلا قوسين 8 كوما و9 ولا 8 و9 مش عارف، ما ينفعش. في حل اخر الا وهو مفيش وقت خلاص. نعم مش سامع كويس. لوب كده يبقى انا هخش تي اس كيو ال، مش هخش اس كيو ال. دلوقتي بشتغل اس كيو ال لسه، دلوقتي كنت ماشي في الاس كيو ال ومسكتها بالتفصيل، قلت فين اتقسم دي دي ال ودي ام ال ودي سي ال. اشتغلنا في الدي دي ال الحمد لله شطناها وخلصنا، وبعد كده دخلنا في الايه؟ في الدي ام ال اهو ولسه في دي سي ال. وبعد ما خلصت الثلاثه دول هقول بقى في لغه اتحطت، هي بروسيجر لانجوج اتحطت فوق الاس كيو ال اسمها تي اس كيو ال، فنبدا بقى في التي اس كيو ال، دي قصه ثانيه خلاص. ما فمش عايزين يعني ايه؟ خدنا بالنا؟ يعني دي كلها على بعضيها جمله واحده لغايه هنا، تنهى الجمله سيمي كولون. كل ده كان كرييت تيبل واحد بس، كذا وكذا 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 سيمي كولون، خلصت. بس هنا البوس يغني عنها ايه؟ البوس لا، هو لو انت بتنفذ امر واحد ينفع تنفذه من غير ما تحط سيمي كولون، لكن لو امرين ثلاثه ورا بعض لازم تفصل ما بين كل امر وامر بسيمي كولون. لما يكون فاصل ما بين كل واحده وواحده بكلمه جو او بسيمي كولون خلاص. زي ما انا عملت كده، مش عملت جملتين الانسيرت دول واشتغلوا ومن شويه اشتغلوا صح؟ لو عملت دوت 10 وده 11 خلاص، وشلت السيمي كولون ممكن ننفذه ولا حاجه، ننفذه بس لو بعتهم من الابلكيشن مش هتنفذه. من الابلكيشن للداتابيز مش هتنفذه. لو ما تبعتش سيمي كولون، ما تبعتش سيمي كولون بس بتبعت امر بامره. ايوه طيب، لكن لما تكون بعت اوامر زد امر ذات نفسها ما بينفعش خلاص. ماشي خلاص شلناها ايه واشتغلت، طب ايه المشكله؟ خلاص، لكن هي المفروض نهايه كل امر سيمي كولون. في بعض قواعد البيانات التانية اللي لازم تحط سيمي كولون، لازم تحط سيمي كولون اخر الامر، زي لغات البرمجه حتى التانية، في لغات برمجه ما ينفعش تسيب السيمي كولون، لازم كل اخر كل امر خلاص. طيب زي ناس طبيعيه، ابعد عن الفيجوال بيزك والاس كيو سيرفر خلاص. طيب نرجع لموضوعنا كده، جمله الانسيرت خلصت، مش اكتر من كده شرح فيها خلاص. ممكن نعملها بطريقه ثانيه، مركز قوي على فكره. طيب خلاص. ممكن لما نتعلم ان شاء الله لا ينفع تعملها دلوقتي. بص ممكن جاي اعمل ايه؟ كرييت تيبل جوب 2 لما اتذكرها يعني از سيلكت استرسك مثلا سيلكت استرسك فروم جوب، ولا من غير اس كده على طول كده ما رضيش بيها. ماشي، لو احنا لو انا عندي معلش ده جوب صح؟
عملت منه نسخه ثانيه اسمها جوب جوب كوبي كده جوب كوبي خلاص كده جدول ثاني بقى في عندي جدول الجوب وعندي جدول الجوب ايه الجوب كوبي بس جدول الجوب في بيانات جدول الجوب كوبي فاضي كريت بس كريت بقى مفيش انسرتات صح كده معايا فممكن اجي اعمل ايه بقى انسرت انتو الجوب كوبي خلاص وراها سيلكت استرسك فروم جوب يبقى اضيف في جدول الجوب كوبي هات كله من الجوب فيجيب كله من الجوب ويصب كله جوه مين جوه الجوب كوبي دي جمله بقى بتاخد بالايه بالبيانات الكتيره لو جربتها كده اللي هو المره فاتت لما كان تو روز قال لي 1 رو افكتد تاني ده 1 رو افكتد ده دليل ان هو بياخدها ايه كان المفروض يقول لي 2 روز افكتد صح ولا لا لكن هو ما عادش كده قال لي كده اكسكيوت ضرب جوب ديسكريبشن راحت فين فاكرين يعني احسن احنا ضفناها دي بالالتر فكده الجدول ده ما بقاش موجود فيه فاقوله هذا جوب وهنخلص بقى نسميه ايه تاني جوب كوبي تو خلاص عشان الديسكريبشن اكسكيوت قال لي تمام كده قلت له خلاص انا عايز جوب كوبي ايه عايز انسيرت انتو جوب كوبي تو سيلكت اسك فروم جوب لان جدول الجوب مكون من ثلاثه اما الجوب كوبي كان مكون من اثنين فخلاص رجعت خلاص بقى في جوب اثنين جوب كوبي تو مكون من ثلاثة والجوب مكون من ثلاثة زي بعض بالظبط خلاص فقلت له كده اكزكيوت كده قال لي ايه 9 روز افكتد خلاص لا لا دي قصه ثانيه خلينا نخش في السلكت خلاص انا اضطريت اقول هنا عشان متعلقه بالانسيرت خلاص طيب فعرفنا نوت ازاي في جمله هي ممكن تاخد بتلود داتا مره واحده وتدخلها كلها في حته ثانيه مره واحده صح كده بس الشروط ان الجدول اللي هنا لازم يكون على قد الحقول لا لازم يكون على قد الحقول هنا لا اما تحدد انت تقول انسيرت انتو جوب كوبي تو كوما كوسين تقول كذا وكذا بس وتقول له بقى هنا ايه سيلكت الكذا والكذا دول بس برضه فيجيب من هنا قد اللي هنا بالظبط وايه ويجوزهم لبعض ويحطهم في البيانات خلاص كده ايه ايوه انا بقول له انسيرت وبعد كده بقول له هيضيفهم المفروض بعد الانسيرت او مديله البيانات بس بدل ما اديله بيانات مانوال جبتها له كدايناميك ستيتمنت هات لي من سيلكت صح كده تمام كفانا انسيرتات خلونا في الايه نخش على الجمله اللي بعدها الا وهي ابديت ستيتمنتس انا دلوقتي لو جيت في الجوب كوبي 2 بما اننا عملناه نشتغل عليه شويه جوب كوبي 2 ده جينا فتحناه كده كاديت لقيناه في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ما فيش 9 في 9 في 9 9 10 11 خلاص كده فانا عايز اعدل مثلا وليكن اي وظيفه اسمها بروجكت مانجر او اي وظيفه اسمها تيست عشان في تيست كتير خلاص عايز اخلي اي وظيفه مكتوب فيها وظيفه اسمها تيست عايز اخلي الجوب ديسكريبشن بتاعها اني تكست خلاص كده لما يلاقي كلمه تيست خلي الديسكريبشن كذا اكني بقول ايه كل الناس اللي ساكنين في الجيزه خلاص نفس المعنى قيس على نفس القياس عايز اقول يعني عايز اقول له عدل كل الناس اللي ساكنين في الجيزه خلاص اديهم 1% زياده عشان مثلا الشركه بعيده فهمنا الفكره هي نفس الفكره كده انا عايز ابديت بشرط عايز ابديت بايه بشرط يعني عايز اقول له عدل كذا كذا لما يكون كذا كذا فانا هنا اقول عدل الجوب ديسكريبشن خليني تكست لما يكون الجوب تايتل كلمه تيست فبعملها ازاي اقول له جمله ابديت وبعد كلمة ابديت اقول اسم الجدول اللي هو ايه جوب كوبي 2 ابديت جوب كوبي 2 ست يعني ايه ست خلي اجعل خلاص ست الجوب ديسكريبشن بتساوي اني تكست على فكره احنا لو سكتنا لغايه هنا كده
كني بقول له ايه عدل الجدول ده خلي كلمه جوب ديسكريبشن خليها اني تكست هيقوم داخل على الجدول كله كله ويخليه اني تكست ما قلتلوش لما يكون اللي ما قلتش فلو جيت عملت كده عملت اكزكيوت شكرا التسع كلهم اتعدلوا لو رجعت رجعت للجدول جوب كوبي 2 بس عملت ريفريش كله بقى اني تكست اني تكست اني تكست لا طب ماشي تيست هنا انا عايز بقى اعمل ازود حاجه بقى اخلي لما تكون الجوب تايتل كلمه تيست عايز اغير جوب ديسكريبشن اخليها ديسكريبشن 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 اي كلام يعني خلاص اعمل ايه اقول له ماشي ابديت جوب كوبي 2 خلي الديسكريبشن الى اخره اي كلام بس بشرط ما قال وير بشرط وير اي شروط حط وير اي فلترنج عايز تعمل عمليه على حاجه معينه يبقى برضو وير هقول له وير ان الجوب تايتل خلاص تكون كلمه ايه تكون كلمه تيست لو جيت عملت كده كده بقول له عدل جدول الجوب جوب كوبي 2 خلي الجوب ديسكريبشن 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 بس بشرط لما يكون الجوب تايتل كلمه تيست بس اما اعمل كده اكزكيوت قال لي سته بس اتاثروا بالجمله ليه لو عملنا ريفريش ان هو التيست عندنا رقم 10 ورقم 11 ورقم 5 ل 3 وادي 3 يبقى كام 6 6 بكره 6 كانوا 6 خلاص خدنا بالنا من القضيه جمله الابديت خلصت خش على جمله الديليت على طول عشان ما فيش وقت خلاص انا زهقت من تيست ده بس قبل ما اخش على ده في حته كمان عايز نقولها عايز اقول بقى انا عايز اغير دي شرط هي الوير بتشيل على كونديشن قلت فلترنج يعني بتعمل فلترنج للبيانات يعني بتحدد جزء فلتر خلاص فلتر بتقلل من الايه بتقلل من الحجم اللي بتعامل معاه البيانات خلاص كده طيب حلو انا بقى المره دي عايز ازود حاجه لما يكون الجوب تايتل تيست والجوب اي دي بتاعتها 8 خلي الديسكريبشن كذا خلاص او اقول اللي الجوب اي دي رقم 8 عايزك تغير لي اسمها تخليها كذا وعايز تغير لي جوب ديسكريبشن كذا يعني اكتر من تعديل في نفس الوقت خلينا في اكتر من تعديل اقول له ماشي الجوب ديسكريبشن هكتب كلمه نيو ديسكريبشن وي كوما ان هنا كوما والجوب تايتل هتكون نوتست اي كلام بشرط ان لازم تكون الجوب اي دي لازم تكون بتساوي 8 يبقى كده بقى يدور بشرط لازم تكون 8 بس فلازم يدور على الجوب اي دي رقم 8 وساعتها يخلي التايتل بتاعها كلمه نوتست والجوب ديسكريبشن تبقى نيو ايه ديسكريبشن بس مش لكل لا للجوب اي دي رقم 8 بس خلاص مفهومه لو جينا نجرب كده وعملنا اكسكيوت ورجعنا عملنا نفنش الاقي ان 8 فعلا بقت نو تيست ونيو ديسكريبشن ده بس الوحيد من كل الايه القصه ممكن اعيدها ولا ممكن اعرضها طيب هنا معناها كل الاضافه الجديده في الجمله دي عن الجمله اللي فاتت ان انا هنا بقول ست كذا بيساوي كذا وكذا بيساوي كذا وكذا بيساوي كذا بس مش اكتر يعني بقى انا بعدل اكتر من كولوم في نفس الوقت لما يكون الجي يساوي ايوه بالظبط في سؤال كنت سالتوني انت اول ما بدانا النهارده لما جيت قلت لي ايه انا عايز عمود كده يرضى بس خد دي عندك بتساوي نل خلاص كده فقلت له ابديت الجوب كوبي 2 سيت الجوب ديسكريبشن نل خليه ده نل من غير شروط يعني كل اللي في الجدول هيتحول لايه الى نل لما ادوس على اكسكيوت قال لي خلاص التسعه اتغيرت قلت له وريني الاكسكيوت كله فضل خلاص اخر جمله قبل الاخيره الديليت لما اقول له لو قلت له كده ديليت فروم جوب كوبي 2 كده معناها ايه بقى؟ مش شاطر هم مالك بتوع نفسك كده ليه؟
نعم. هو دلوقتي في السنتكس الجديده ممكن تستغنى عن فروم 2012؟ يعني لا مش 2012 يعني بس يعني حديثا كل الداتابيز بقت خلاص ديليت اسم الجامعه دول. بس انا بحب ديليت فروم عشان ليها بتؤدي لمعنى. ديليت فروم الكذا يعني امسح من يعني، لكن ديليت كذا دي بتبقى ايه، بتعمل ميسنج او مش اندرستاندنج في حته ان انت هتديليت الجدول ولا هتديليت البيانات ولا بتحس. لكن ديليت فروم باين قوي ان انا اقصد امسح منها، فهي هتفضل موجوده بس امسح منها يعني. كده ينسى في الجدول خالص كله بياناته، ديليت فروم يعني امسح منه البيانات كلها تمسحها. نجرب عشان احلى حاجه. قال التسعه راح، تقول لا ارجع ما موجودين اهو، اعمل ريفريش خلاص الجدول موجود كاستراكشر. لا جدول دروب تيبل واسمه، خد بالك بقى من الاستراكشر ومن الداتا، خد في فرق كبير اهو. خلاص الدروب التاني كان بيشيل بياناته باستراكشر ببابا غنوجه بكله خلاص، بس بشرط ما يكونش مرتبط بجداول ايه، جداول اخرى. اما الديليت لا بيانات فقط خلاص. طب انا بس كنتش عايز كده، هو في جوب كوبي، في جوب في بيانات صح، عايز اقول له ديليت فروم جوب وير اه ينفع استخدم وير ديليت فروم جوب بس الجدول الاساسي، بس بشرط ان الجوب اي دي يكون بيساوي 9. طب لو ما كانش في جوب اي دي 9 واحد، على المهم ديليت فروم جوب وير ان الجوب اي دي بيساوي كذا. قال لي في رود حذف، مش اي مشكله خالص. طب قلت له اكزيكيوت تاني يعمل ايه؟ ممكن يقول لك زيرو رو افكت خلاص، ما فيش ولا سجل، مش هيطلع ايرور. امسح اي حد رقم 9 عنا الاثنين، مسحت لك ولا سجل عادي جدا، بس الجمله ما بتطلعش ايرور، مش هتطلع ايرور بس. لا مش هيطلع كده، هيقول لك زيرو رو افكت. انت المفروض تفهم بقى ده كويس، يعني ما تطلعليش ايرور بس خلاص، اما اعرف انا افهم من الزيرو ان مفيش حاجه اتحذف، مفيش حاجه بالحاجه بالاسم ده خلاص. لو كان في بقى كوره في حاجات او حاجات ما مسحه من شويه، بما في الاي دي كله اتنسف خلاص، كله اتنسف. هو كان في حته بس نسيها كده في الانسيرت، معلش اتفضل حاجه على ديت خلاص. احنا ممكن نعمل احنا عملنا جوب كوبي 3 خلاص، وعملنا ان هو جوب اي دي لا المشكلة يكون عايز قبل برايمري كي، ماشي برضه مش عاجباني. بيقول لازم يكون انت، ماشي. بص اللي انا عايز اقوله، عملت جوب كوبي 3 ده، عملت نوع انت ايدنتيتي دي يعني ايه؟ تعمل حاجه اسمها اوتو انكريمنت خلاص، انكريمنتر يعني من غير ما تدخله ياخد 1 2 3 4 هو مع نفسه خلاص. اوتو نمبر يعني اكنه رقم ايه، ترقيم تلقائي. ساعات بنحتاج دي، لو جيت عملت كده على جوب كوبي 3 وعملت اكزكيوت الكوماندز كومبليت سكسس. تعال نبص على جوب كوبي 3 بقى، خليك بس معايا الحته دي مهمه وخلاص يبقى يعني، عشان عارف انتوا خلاص. اديت لما تيجي تخش تضيف هنا تلاحظ ان هو ديسيبل، مانع ان انا اكتب اي ايه اي حاجه، لكن لما اجي اكتب كريم جوب تايتل كريم ماشي شغال، ديفلوبر ديسكريبشن اي حاجه امشي، هو رقم لوحده خلاص. اجي اكتب اي رقم ممنوع، لكن لما اكتب بروجرامر واي كلام وامشي الاثنين هو بيرقم لوحده. طب ماشي، بس دي في الانسيرت بقى بالكودنج تعمل ايه؟ هو هنا رافض اهو، منعك انك ترمي الايه؟ منعك انك ترمي الجمله. لازم تعمل تعمل ايه عشان تعمل جمله الانسيرت بجدول بيكون فيه ترقيم تلقائي؟ تكتب كده انسيرت انتو الجوب كوبي 3 صح؟ لازم اجباري تحدد الحقول اللي هتضيف فيها من غير الحقل اللي معمول له ايدنتيتي.
خلاص من غير الحقن مفروض نعمل له اوتو نمبر لازم. الباري دي تقول له كده تقول له هضيف في الجوب تايتل كوما في الجوب ديسكريبشن بس ومقايل فاليوز وابعت القيم اي حاجه كوما اي ايه اي حاجه هضيف الايه الكونتين دول واحده للجوب تايتل واحده للجوب ايه ديسكريبشن نتاكد بس ان نجربها مش مكان نجربها اهو خلاص هم جاي هنا هم رامي الجمله بتاع انسيرت انتو جوب كوبي 3 جوب تايتل وجوب ديسكريبشن فاليوز بعت القيمه الاولى والقيمه الثانيه خليها قيمه على خانه واحده كده دي ودي ومعامل انسيرت خد بالك انت ما دخلتش في الايه في جوب نمبر او جوب اي دي لان هو اصلا ايه اوتو نمبر عملت كده قال لي 1 رو افكتد عادي تقول طب وريني ايه اللي حصل عندك نعمل ريفرش بس هتلاقيه اتضاف عادي وهو كود لوحده في الاوركل بتعملها بتعمل حاجه اسمها سيكونس وبتدي له بقى بدايته ونهايته رفاهيه خلاص خلاص على طول خلاص انت عايزين ايه هو هنا هو ما تقدرش تقول هنا ممكن تحدد في الحاله بتاعت الجوب كوبي 3 ثانيه بس عليك ما انا اجي لك اهو خلاص يعني انت لو جيت على الجوب كوبي احنا عاملين الجوب اي دي صح هتلاقي هنا عندك حاجه واحده ايه عملنا بس اللي هو الايدنتيتي سبيسيفيكيشن صح ليك حق بس تقول الخطوه بكام الانكريمنت الزيب بكام خلاص هبدا بكام وازيد بكام لكن اوراكل بقى فيه رفيع عن كده ابدا بكام وتنتهي بكام وتجيبه من الكاشه ولا ما تجيبوش من الكاشه وتجيبه من الميموري ولا تسحبه من على الجهاز وتنتهي عند كام طب ولو انتهيت تلف ولا ما تلفش الاوراكل براحته خالص فاهم ازاي هنا يعني الناس غلبانه والظاهر ان هم معترفين ان هم غلبانين يعني خلاص العمليه مش مستاهله القصه دي خلاص بكده هو لو عملنا دي مش عملنا دي هو عمل يعني لو عملنا انا عارف خلاص سؤالك خلاص عارف سؤالك خلاص انا هعمل لك عشان تاخد بالك بس ان اللي انت بتقوله مش هيخلوا لما تيجي تحذف من النص ما انت لو جيت حذفت من الاخر تبقى لكن مش هيخلوا لما تيجي تحذف من ايه نص عملت ديليت خلاص وقال لي امسح مسح هاجي هنا هيمنعني ان انا اكتب قمت مدخل اي بيانات ومشيت يعد اللي بعدين ما يعرفش يرجع هو ده انت عايزه؟ طب لو انت عايز الحاجه الثانيه مش تعرف عايزها تريجر مشكله ليه؟ مشكله حلوه حلوه جدا ده جميل ايه؟ لو انت عايز تعمل دلوقتي ماشين بالترتيب ولو في رقم نقص تخش تضيفه مش عارف ايه هي قصه طويله بس ممكن تعملها بحاجه اسمها تريجر اما نوصل لها بيفكرونا لو ايه؟ يعني لو انت جيت عايز توصل لو انت جيت حذفت اربعه خلاص وجيت ضفت بيانات جديده كده على طول يجيب لك الرقم اللي بعد لان هو بيبقى خلاص الرقم بالنسبه له انتهى ايه ايوه ان هو جايب الرقم اللي عليه الدور هو كانه مخزن شايله على جنب هو الاربعه طلعت خلاص انت ضيعتها من ايدك هو ملوش دعوه دكتور ارد بس على دكتور احمد السلام عليكم ها قول 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 بسرعه خلاص غيرت رايك زي ليه لا هو يعني عديه خلاص هو بيعمل كده اصل خد بالك من حاجه يعني هو زي ما قلت لكم هو ده اللي موجود في الاس كيو ال سيرفر لكن بصراحه مش هو ده بس فقط الموجود في كل قاعده البيانات الثانيه بس فانا عشان كده يعني بقول الاس كيو ال سيرفر بيس كويسه وناس بتحبها كتير ومشهوره وكل حاجه لكن انا ما بحبهاش فيها من القصور ما يكفيها لكن خلاص كمان بس اخش على ماي سيكوال حلوه كل حاجه بس قد يكون فيها قصور برضو قريبه من دي في حاجات خلاص ما ننكرش خلاص هي احنا دايما عشان احنا 12 اوراكل عندنا في ثقافتنا يعني احنا دايما بنحب الحاجات اللي هي خلاص كده ده برضو غلط انك تروح اعمل مثلا سيستم للصيدليه وما اعمل له داتابيز اوراكل ايه ليه يعني مش فاهم انا بصراحه ما تستاهلش
خلاص في بيانات بتبقى اصلا بطبيعتها ضعيفه او بسيطه مش كبيره، لكن احنا لما بصينا على اوركا فاحنا بصينا على الايه اعلى حاجه في الداتابيس في العالم. هي طبعا الداتابيس ده رقم واحد في العالم كله، فطبعا تيجي تقارن بيها اي داتابيس هتلاقي دايما اي داتابيس ثانيه لازم تكون واعى، يعني يكون فيها مشاكل وتكون فيها اخطاء، ودي اقل من دي في حته. عارف لو انت كنت اول مره تتعلم الداتابيز اسكو سيرفر هتبقى زي الفل جدا جدا. لو تيجي تنقل على اوركل مثلا وتبص على اوركل تقول ايه ده؟ زي بالظبط فكره الشاي المغشوش، يعني زي اتعودت على الشاي المغشوش تيجي تشرب شاي نضيف ايه ده؟ شاي ده يا عم عايزه مغلي، طب مش نافع مغلي، طب حط شويه شاي. ساب لا ساب معمول داتابيز على ما اتذكر كانت ماي سيكوال، بعد كده حدثوها اوركل، هو اصلا موجود في اوركل ذات نفسه ساب. ايوه خش على موقع اوركل ذات نفسه نزله ساب. في برنامج ثاني اسمه جي دي اوركل مش عارف انا ايه برضه، اصل هو المشهور ان اوركل بس اوركل دي مش داتابيز بس، طبعا دي شركه كبيره جدا وبنزلها بتنزل سوفت وير كتير جدا يعني. برنامج بريمافيرا هي بس هو يعني بريمافيرا يعني مايل اكتر للناس الهندسيين بقى والحاجات دي. انت حتى لو فهمت الخطوات مش هتعرف تعمل دي حاجه، لان انت تكون عندك الحدس اللي هو الهندسي وال... خد بالك من حاجة. البرامج دي هما ما عملوش زينا احنا كده، يعني احنا اكبر حد شفته قعد في سيستم قعد سنتين وقال لك يولع والله ما انا عامل في تعديلات زهق، هما بيقعدوا بيه السنين. يعني انت شوف اسكو سوبر دي من سنه كام؟ من سنه 2000 اشتريتها مايكروسوفت، احنا دلوقتي في 2015 بقى 15 سنه بتحدث فيها خلاص. طيب قبليها كانت كام سنه في شركه اي بي ام؟ يعني انت بتتكلم في سنين السنين عمالين يطوروا في الحاجه، احنا ما بنعملش كده على طول. احنا بتلاقي ليه بقى؟ اولا اللي بيكتب كود خلاص خلصنا عشان ما تبقاش قلقان.